لنقاش هذا الملف ينضم إلينا عبر الهاتف من ستوكهولم الكاتب الصحفي نوري حمزة. أهلا بكم سيدي. أهلا وسهلا بكم وبمشاهدي قناة الرافدين. كيف تقرأ التصعيد الأخير في الحراك الشعبي، خاصة بعد انضمام فئة الطلاب إلى هذا الحراك؟ الحراك الإيراني الآن يتطور لحظة بعد الأخرى نتيجة تلاعب النظام الإيراني بالحقائق التي حاول أن يطمسها خلال عملية إسقاط الطائرة الأوكرانية. وهكذا يفهم الشارع الإيراني أن النظام يخبي عليه مزيد من القضايا المصيرية بالنسبة للبلاد، فلهذا يتفجر الغضب الشعبي خاصة بين الطلاب وينتقل إلى الشارع الإيراني مطالبا بتغيير أساسي في سلم السلطة تماما. ماذا يعني هتاف المتظاهرين بشعار الموت لخامنئي؟ كان سابقا في الأعوام الماضية كان يتطلع الإيرانيون إلى شيء من الإصلاح في داخل السلطة وهرم السلطة الكهنوتي في إيران، ولكن هذا حين يعني يطرح هكذا شعار معناته أن الإيرانيون قد تائهوا من الوضع تماما وأنهم يطالبون حقا برحيل خامنئي. واليوم كتب كاتب إصلاحي يدعى أبو الفضل قدياني رسالة غير مشفرة نشرها على الإنترنت وطالب استقالة خامنئي وإقامة استفتاء شعبي على إقامة نظام نوع نظام الحكم في المستقبل ونزول خامنئي من العرش تماما. هذا ما يطالب به الشارع الإيراني اليوم، ترجم برسالة هذا الشخص. وهكذا المعارضة الإيرانية في الخارج ومعارضة الشعوب غير الفارسية بنفس الوقت طالب بحق تقرير المصير في ضد هذا بعد إخراج هذا النظام الكهنوتي من إيران. حديث عن النظام يقودنا لما نشرته صحيفة دايلي تيليغراف البريطانية التي تحدثت عن وجود حالة من التوتر بين الرئيس الإيراني حسن روحاني والحرس الثوري بعد إسقاط الطائرة الأوكرانية. ما أثر هذا الخلاف على استقرار نظام الحكم في إيران في ظل هذا الحراك الحاصل؟ لا يغرأ الشارع الإيراني كما كتبت التلغراف حول البيت السياسي الإيراني واللعبة بين الإصلاحيين والمحافظين ونظام الحكم أي الحكومة برئاسة روحاني وبيت المرشد. هناك يرى الشارع الإيراني أن كل النظام كتلة واحدة، نظام واحد وكله متآمر على قضايا الشعب المصيرية، فهناك تضييق للحريات، هناك الإعدامات المستمرة، وهناك الفشل الاقتصادي وتفشي الفقر والحرمان في البلاد، وهناك ما تحدث من شؤون امنيه كبيره يعني كقضيه الطائره. هذه التي يعني كشفت المزيد من الاسرار، ستكشف المزيد من الاسرار في المستقبل. فكل هذا لا يغرى بتقرير تلغراف، بل بالعكس هناك محللين ايرانيين يروا في تصريحات و تحاليل الصحافة البريطانية وغيرها من بعضها قد تخت نظام الإيراني وتعيد اللعب الآخر بين إصلاحي ومحافظ وبعض، بينما هناك كما قلت في مستهل الحديث أن هناك يرى شعار النظام كتلة واحدة ويجب رحيل النظام بكل أشخاص وشخوصه. هل ستتحمل إيران المزيد من العقوبات سياسيا واقتصاديا في حال فرض واشنطن باقة جديدة من العقوبات؟ بالطبع، مجموعة العقوبات التي فرضتها إدارة ترامب على النظام الإيراني لا مثل لها في الماضي. طيلة 40 عام كان النظام الإيراني يتلاعب على الدول الأخرى وبشكل آخر يتملص من العقوبات، ولكن إدارة ترامب قد فهمت هذه اللعبة. وعلى قول أنقل كلمة من وزير الخارجية الإيراني، قال أنه الولايات المتحدة تريد أن تغلق البوابات علينا، أي البوابات على النظام الإيراني، وهذا ما يحدث في الواقع. بالطبع سيؤثر ذلك على الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي والمزيد من الالتهاب. ترى اليوم على سبيل المثال الشارع الحكومة الإيرانية والدولة الإيرانية فشلت
وبصدد ارهاب الناس على اثر ذلك اليوم اصدرت حكم اعدام بحق 3 مناضلين احواز هم حسين السلاوي وعلي الخزرجي وناصر المرمضي من اهالي الاحواز اصدرت عليهم احكام اعدام مبنى ترهيب الشارع من الخروج وهذا لن يوقف الشارع. سيد نوري هذه الضغوط الاقتصادية والسياسية في المنطقة بدأت تأخذ منحى جديد، كيف يمكن قراءة الخطوة الفرنسية والألمانية والبريطانية حول تفعيل آلية فض النزاع مع إيران في الملف النووي؟ قضية الملف النووي اليوم وهكذا قضية الصواريخ وهكذا قضية تمدد الإيران في الشرق الأوسط أصبحت للنظام قضايا مصيرية أساسية في أي ملف النظام الإيراني يتراجع معناته أنه يوقف على صفوف، وبهذا النظام يحاول أن يفتح لزاوية ما عبر هذه الدول خاصة فرنسا، يعني يفتح زاوية ما يستطيع أن يمرر هذه الأزمة، ينظر إلى الانتخابات الأمريكية القادمة قد تسنح له فرصة جديدة ويعيد في قضية الملف النووي الجديد والصفقة النووية وتمر الصفقة النووية على شكلها السابق، بينما اليوم الترويكا الاوروبيه زائد الولايات المتحده جميعا بداوا يتغربون في وجهه النظر امام هذا النظام لخلق هذا النظام اكثر. لماذا؟ قضيه الطائره كشفت المزيد كما قلت لكم، كشفت المزيد لامام الراي العام امام السياسيين ومحلي الشؤون الايرانيه، فلهذا ما امام الجمهوريه الاسلاميه الا الرزوق أمام شروط الغرب وشروط الداخل الإيراني. شكرا جزيلا لكم الكاتب الصحفي نوري حمزة، كنت معنا عبر الهاتف من ستوكهولم.